في تونس، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر النقابات العمالية في البلاد عن رفضه عدم استجابة الحكومة لاستئناف المفاوضات المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة رغم وجود اتفاق مسبق بذلك. وأكد أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أن القدرة الشرائية في تونس تدهورت بشكل ملفت ويجب إعادة التفاوض على رفع الأجور. ولمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من تونس مراسلتنا أميمة بن خلف. أهلا بك أميمة. إذن هل نفهم أميمة من خطاب الطبوب أو من تصريحه أنه أو أن الاتحاد متمسك بالحوار الاجتماعي مع السلطة هنا؟ بالفعل رامي، حوار الاجتماعي يعتبر علامة رقي للديمقراطيات ولا يمكن لنرضى لتونس بغير ذلك. هذا ما جاء في خطاب نور الدين الطبوبي أمس في مؤتمر نقابة التعليم الثانوي. الطبوبي يقول بأنهم بحاجة إلى النظر في الزيادة في الأجور أو اتفاقية الزيادة في الأجور بالنظر إلى تراجع المقدرة الشرائية، نقص في المواد الأساسية وحتى في الأدوية مع استمرار تعنت السلطة التنفيذية. الطبوب يدعو إلى الجلوس على طاولة حوار واحدة بشكل شفاف على اعتبار أن المنظمة الشغيلة عرفت باستقلاليتها ولعبها دور وطني في جميع المراحل كما عاهدها يعني الشعب التونسي. الطبوب يقول بأنه لطالما المنظمة الشغيلة كان لها دور سياسي، ولكن اليوم وفقا لمراقبين هنالك نوع من الإقصاء للمنظمة الشغيلة من المشهد السياسي والاكتفاء بلعب دور اجتماعي ونقابي. تعود اليوم المنظمة الشغيلة من خلال يعني المؤتمر أمس للحديث عن النضال السلمي المدني والمؤطر من خلال يعني نقابات التعليم الأساسي. نعم، في نفس السياق أو في سياق قريب أميمة، هناك حديث عن أن اتحاد الشغل الآن يحاول ربما احتواء غضب نقابة التعليم التي تنضوي هي أيضا تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني بما أنها الآن في صراع مع السلطة نقابة التعليم، إلى أي مدى هذا صحيح حاليا؟ نعم رامي، هو بعد يعني سقوط النضال الذي خضته يعني خلي لنقول يعني النقابة التعليم الثانوي مع وزارة التربية بخصوص حجب الأعداد ومع تعنت الوزارة على رأسها يعني الوزير الجديد محمد علي البغديري وهو كان نقابي بالأساس، تمكن يعني من إنهاء هذا الجدال مع نقابة التعليم الثانوي وحسمه وبعيدا يعني عن المكتب التنفيذي للاتحاد الشغل. اليوم هذا الشغل يقول بأنه مستعد لمساندة نقابات التعليم في مضيها في نضالها المؤطر والمدني في أي يعني مطالب تريد أن تحققها. نعم، شكرا جزيلا. نعم. لك أميمة إذن على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كانت معنا مباشرة من تونس مراسلتنا أميمة بن خلف.